الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والقائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. والصلاة والسلام على النبي القائل: اشفعوا تؤجروا، والقائل: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نبيها عفو حملة أطلقها إخوانكم في رابطة دعاة الكويت والمخلصين من أبناء هذا البلد المبارك، لهم فيها أسبابها ومبرراتها. نبيها عفو لمن بذل وقته وجهده وثقافته ولسانته قذائف يدافع بها الباطل عن كويتنا الغالية، حرصاً على مقدراتها وحفاظاً على وحدتها وسعياً لاستقرارها وبقائها، وخوفاً من زعزعة أمنها وزوالها وفنائها. نبيها عفو لمن بلغوا ذروة سنام المسؤولية رقابةً وتشريعاً، فكانوا لولاتهم ناصحين مبينين مواطن الفساد ومكامن الخلل وسبل علاجها وطرق القضاء عليها وكيفية الوقاية منها، محافظين على بلدهم حريصين أشد الحرص على مصالح مواطنيهم، قدموا المصلحة العامة على كل مصالحهم الشخصية، فكانوا حقاً من الصنف الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه. فكان إخواننا كذلك. نبيها عفو لمن شهد لهم الجميع أنهم كانوا في صدارة المتصدين المحاربين لبطانة السوء المتربصة ببلدنا الدوائر، المنتهزة لكل فرصة لتمرير مصالحها وبسط نفوذها نهباً لكويتنا الغالية وإشاعة للفساد فيها. فكشفوا ألاعيبهم وفضحوا مخططاتهم وكسروا تحالفاتهم، فكانوا أبناءً بارين وإخواناً صادقين ورجالاً ناصحين، شجعاناً عند المواجهة ثابتين عند المراوغة. نبيها عفو لأننا نعلم أن ما بدر منهم من هفوة أو وقع من زلة مغمور في بحر جميل أفعالهم وأصيل أقوالهم وعظيم مبادئهم وكبير غاياتهم. من ذا الذي ترتجى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. لذلك نبيها عفو لأننا متيقنين أن محل إخواننا يجب أن يكون سويداء القلوب وحدق المقل، وأن يتبوأوا صدور المجالس ورؤوس النوادي والمنتديات، لا أن يهجروا عن أوطانهم ويفرق بينهم وبين إخوانهم وخلانهم. نبيها عفو لأن هذا هو حق إخواننا علينا الذين ما خذلونا فلم ينكثوا عهدا
ولم يخلفوا وعدا ولم يحنثوا بقسم، هم بحاجة اليوم إلى تحرك شعبي دستوري لإقرار قانون العفو العام، لتتلاقى الرغبة الشعبية الصادقة مع الموافقة الأميرية السامية، ولا يصدنكم في سبيل تحقيق ذلك فلسفة عبارات الفارغة التي يراد منها ترهيب الناس والتلبيس عليهم والتدليس صدًّا لهم عن بلوغ هذه الغاية. فإن مما اتفق عليه أبناء هذا البلد حكامًا ومحكومين أن طريق إقرار قانون العفو العام ينبغي أن يكون من أعضاء مجلس الأمة، وأنتم أيها الشعب الكويتي الوفي الأبي، أنتم وقود أعضاء مجلس الأمة أن تشحذوا همتهم وتعلو راياتهم قصداً لتحقيق وتشريع هذا القانون ورفعه إلى المقام السامي، مقام سمو الأمير حفظه الله تعالى ورعاه لإقراره. فإن هذا هو الطريق الوحيد لإقرار مثل هذا القانون كما نص على ذلك الدستور الكويتي. ختاماً أيها الإخوة، لنتذكر جميعنا دون استثناء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.